فرضنا وقتنا إنه وراح كروما وأشبعها. أنا استمتعت بالتسبيح، أشكرك جدا جدا، أشكر المجموعة كلها، ربنا يبارككم، كان وقت رائع جدا. النهارده عندنا فرصة ملوكية، عندنا مائدة ملوكية قدامة لينا وهي العشاء الربي. النهارده لينا فرصة كأس الخبز مع لهذه الذكرى العظيمة وهذه الممارسة التي أسسها الرب يسوع بنفسه. إحدى ممارستين الرب يسوع نفسه قال علوم، وهما اصنعوا هذا الذكر المائدة. والفريضة الثانية والوصية الثانية كانت إيه؟ عملوا المعبودين. عشان كده النهاردة الممارسة دي غالية على قلوبنا، لأنها هو مش المفروض تكون بس مرة في الشهر نتذكرها دائما، لكن يمكن بنصنعها بشكل خاص النهاردة. عشان كده نفسي أكون بتكلم عن هذا الأمر العظيم الذي لن نكل ولن نمل عن التحدث فيه، لأنه سيكون مثار إعجابنا في كل الأبدية. ذلك الحبل المذبوح الذي له المجد والكرامة. خليني أتكلم من رسالة بولس الرسول أصحاح الأول لأهل كورنثوس. رسالة بولس الرسول لأهل كورنثوس الأصحاح الأول. في تقليد عايز أدعوكم تعملوه، معرفش يعني لو تجاوبوا معايا النهارده 4-5 وكل أسبوع 2-3 كمان يمكن نوصل لرقم كويس. التقليد ده أنا شفته في الكويت، الإخوة الهنود، إحنا كنا في كومباوند بيجتمع فيه مجموعات منطقة بكل اللغات، كانت سمع يعني كل أمة ولسان وقبيلة وشعب حرفيا، يعني كنا بنقعد كده تسمع صلوات بكل لسان وكل لغة. كان بيعجبني في الإخوة المؤمنين الهنود حاجة رائعة جدا، إن كل واحد هو اجتماعهم بالآلاف، يعني كان في اجتماع كده بيحتوي بتاع 1000 واحد، وتلاقي 1000 واحد بيعملوا حاجة غريبة جدا وهم رايحين. هو أنا رايحين في الميعاد. الإخوة الهنود رايحين بدري كلهم، بيبقى في كنيسة ورا كنيسة، اجتماع ورا اجتماع، بيسلم اجتماع لأن القاعة مستخدمة من جامعات كتير. فتلاقي مجموعة مستنية لأجلهم، فتلاقي المجموعة المستنية لأجلهم واقفين طابور مستنيين كلهم، ممكن يكونوا 500 600 700 900 ألف واحد واقفين طابور مستنيين لأجلهم بيقرأوا. وكل واحد فيهم معاه كتاب المقدس تحت ايده. معاه كتاب المقدس شخصيا بتاعه، مع إن في بروجيكتور هناك، في شاشة بتعرض وكده، بس بيحب جنب كتاب المقدس معاه. أنا بدعوكم إن شاء الله 5-6 منكم يبتدوا الحد الجاي يجيبوا كتاب ابن المقدس معاه. خليه في إيدك كده وأنت بتسمع، ويمكن تلاقي حاجة تكتبها في الهامش، يمكن لما عينك تقع على الآية دي في كتابك تفتحها تاني بعد كده تكون مؤثرة وتفكر بحاجة معاه. هلاقي 4-5 الأسبوع الجاي يجيبوا معاهم كتب ابن المقدس معاه. في أي 4-5؟ بجد؟ أمين. تعالى من كتابك، حلو البروجيكتور هيكون موجود، بس جرب التجربه والخبره دي. تعالى من كتابك انت وافتحه هنا، ولما تروح تفتح الجزء ده هتلاقي نفسك كتبت فيه حاجه بالرصاص على الهامش ولا حاجه، او حتى لو ما عملتش كده اتبارك انك تبص في كتابك وانت بتسمع. انا بعتذر عن المقدمه دي، لكن تعال بسرعه نقرا الجزء ده من كورنثوس الاولى الاصحاح الاول وعدد 18. فان كلمه الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. لأنه مكتوب سأبيد حكمة الحكماء وأرفض فهم الفهماء. أين الحكيم؟ أين الكاتب؟ أين مباحث هذا التهريب؟ ألم يجهل الله حكمة هذا العالم؟ لأنه إذا كان العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة، استحسن الله أن يخلص المؤمنين بجهالة الكرازة. لأن اليهود يسألون آية واليونانيين يطلبون حكمة، ولكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبا، لليهود عثرة ولليونانيين جهالة. وأما للمدعوين يهودا ويونانيين فبالمسيح قوة الله وحكمة الله.
لأن جهالة الله أحكم من الناس وضعف الله أقوى من الناس. فانظروا دعوتكم أيها الأحبة أيها الإخوة أن ليس كثيرون حكماء حسب الجسد، ليس كثيرون أقوياء، ليس كثيرون شرفاء، بل اختار الله كهان العالم ليأخذ الحكماء، واختار الله ضعفاء العالم ليأخذ الأقوياء، واختار الله أدنياء العالم والمزدرى وغير الموجود ليبطر الموجود، لكي لا يفتخر كل ذي جسد أمامه. ومنه أنتم بالمسيح يسوع الذي صار لنا حكمة من الله برا وقداسة وفداء، حتى كما هو مكتوب من افتخر فليفتخر. خلونا نصلي دقيقة واحدة. مبارك اسمك يا أبد، شكرا لك، شكرا لك لأن حضورك وصلنا، شكرا لك لأن يقين القلب بأن حضورك فقط هو المشفى، هو الكافي. أشكرك للثقة التي لنا عطتك. نلاحظ مجتمع الإسلام والسياسة باسم ونهجك. نلمس حضورك، نشعر بك، نثق أنك هنا الآن. عشان كده يا رب زي ما قلت كعادتك تتحنن على شعبك. تحنن علينا الآن. كلم قلوبنا المحتاجة ليك. كلم قلوبنا المحتاجة ليك. هنتكلم عن الصليب، هنتكلم عن الحب. كلمنا أنت. كلمنا أنت ولمع هذا المشهد من جديد أمامنا. خذنا هناك يا رب إلى المنجزة لكي نراك ليس فقط مهانا لكن مكللا محمدا. لك كل كرامة. بايق في ذهني مجموعة من الأفكار أرجو أن أستطيع أن أعبر عنها. لو أحط عنوان لكلام يقول قوة الله في الصليب، قوة الله في الصليب، والحقيقة العنوان متناقض. لو بصيت في العنوان كده فكرت فيه تلاقي كلام مش ظابط. قوة الله فين؟ في الصليب. معنى مستقيم؟ طبيعي في حاجة اسمها كده. قوة في الصليب. هذا هو الجديد. هذا ما قدمه الصليب. هو ده اللي عايزنا نعيش به واللي مش المفروض ننساه. أنا مشغول أفكرني وفكرت النهارده الفكرة إنه مصدر افتخارنا صليب. أوعى ننسى الحكاية دي. أوعى ننسى إنه الشعار اللي توج راسنا. أوعى تنسوا إنه المكان اللي انطلقنا منه هو جلجوثا الصليب. اوعى تنسوا كده لان العالم مش فاهم ده وما يفهمش ده. ولو ما فهمناش كده هنعيش زي ما العالم بيفكر بطريقه العالم ومفهومه عن القوه. عشان كده هبتدي بنقطتي الاولى اقول ببساطه ايه مفهوم الناس او ما هو المفهوم البشري عن القوه؟ ايه المفهوم البشري عن القوه؟ القوه هي ايه؟ اربع شعارات تجدهم حولك في كل مكان، ونلاقي ثلاثة منهم في الجزء اللي قريناه. هنبص عليهم كده بقدر ما الوقت يسمح. الشعار الأول للقوة بالمفهوم البشري أن البقاء لإيه؟ أقوى. البقاء لأقوى. نعم، هذه القوة. دي القوة اللي الناس فهمتها وده اللي البشر فهموها من البداية جدا، من البداية جدا. عاش الإنسان بالفكرة دي. قوي تقهر، قوي تضرب، قوة يعني شدة يعني بطش، هذه القوة. وأول قوي في الكتاب مين؟ مين أول قوي في الكتاب؟ قايين. برافو قايين، قوي. إنه مفهوم القوة. هابيل ضعيف. هابيل ليس له في القوة الجسدية المفرطة، لكن عندي هذا المفهوم من القوة. أنا قوي، إذا أستطيع أن أبطش، أستطيع أن أسود، أقدر أفرض سلطاني، أقدر أفرض هيبتي. مش ولا اللي العالم بيعمله دلوقتي. عايز تكون محترم؟ شد،
عايز تكون معمول حسابك ما تفوتش. اظهر قوتك، اظهر انيابك، اظهر خشونتك. مره او كتير اباء يجي يقول لي الحكايه دي، انا خايف على ابني جدا. ليه؟ حاسس انه هيتاكل في الدنيا دي. ليه؟ اصله مؤدب كده ومالوش مضربش، مضربش يضرب، مضربش هيضيع، هيضيع. ده مفهوم القوة، ده مفهوم البشر القوة. خد بالك وانا بمشي في الحكاية دي، ركز فيها عشان المجد الصليب تشوف عبقرية الصليب عملت ايه. عبقرية الصليب عملت ايه. المفهوم البشري للقوة هو البقاء الأقوى. قايين قتل أبيه، وتشوفوا نماذج بقى القوة، قوة تشوفوا كده شمشون في قوته الجسدية من الخارج والضعف الروحي من الداخل. مش مهم، المهم انك انت قوي قادر على البطش. البقاء للأقوى. في تكوين 4 بعد قليل بشوية نلاقي واحد اسمه لامك. لامك قاعد مع مراته، لا مش مع مراته، مع مراتاته. كان أول من كسر وصية الله، أو أول من كسر نظام الله. رجل وامرأة خلقوا زوج وزوجة. لامك كان عنده تصور تاني خالص، واتجوز اثنين وحطهم قدامه وقال لهم ايه؟ اسمعني يا امرأة لامك، قول يا عم. هتقول ايه؟ قوة. قد قتلت رجلا لجرحي. واحد جرح عمل ايه؟ قتل. وفتى لجدخي. الاولاني جرحه فقتل، انت جامد قوي. الثاني شدخي يعني ايه؟ لمسه كده. قتل. احبائي انا عايز اقول حته المزيد دي بسرعه وقول. خد بالك لان المفروض ده بيكون بيسطع عليك بشكل ما. وهي فكره انه لازم تكون لك انياب واظافر في هذا العالم عشان تكون قادر على البقاء. الصليب لغى النظريه دي. مش متعودين نعيش الغابه دي بقوانينها. انا مش مطلوب مني التزم بقوانين الغابه دي عشان اعيشها كده. يسوع غير الصوره دي جدا، الصليب قلب الفكره دي تمام. مش هي كده، البقاء مش للاقوى. هتلر كان قوي. كثيرين او كثيرون كانوا اقوياء وذهبوا إلى مزبلة التاريخ. البقاء للأقوى. لكن المبدأ الثاني برضو بعد ما هخلص دول هنرجع للجزء بتاعنا في كورنثوس الأولى واحد. المبدأ الثاني في العالم أن البقاء للأحكم. في حد تاني قال لا يعني، أو يعني في فكرة تاني، القوة برضو غشيمة ومش دايما بتنفع، بس ساعات الدماغ هي دي. ها؟ هي دي. فتلاقي الناس كده يعني واثقه في ده قوي وشغاله على ده قوي، وتفهم كل حاجه بدوه، وتحكم على كل حاجه بدوه، وعلى هذا الفهم تعتمد وتشعر ان هذا قوتها. عارفين اول حكيم في الكتاب المقدس مين؟ اول شاطر، اول حد شاطر في سفر التكوين مين؟ غير الله، عشان بس ما يعني الله الحكيم الاعظم. لكن مين شاطر وذكي في تكوينه؟ الحية. شكرا. الحية. أشطر. الأحكم. ويعقوب اتقال، اتقال يعقوب شاطر، شاطر، ذكي. اعتمد على ذكائه جدا. لم يتبع هذا القول، اتكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك. لا تعتمد، ما عادش كده، لكن هنا يا سلام. في مرات هتكلم اكيد هتسمعونا نتكلم كتير عن يعقوب. يا ما اعتمد على فهمه، يا ما اعتمد على ذكائه. الحكمه هي القوه. انا مش بتاع العضلات، لكن انا بتاع الدماغ. انا بعرف افرز وعندي خبره كافيه واعرف افرز واحكم وانجح بالحكمه. المفهوم الاول البقاء للاقوى، والمفهوم الثاني بقاء للأحكام.
في مفهوم ثالث للقوة وجود البشرية وهو البقاء للأشرف. أشرف مين الشريف؟ لو بقى معايا كده الشريف من عيلة اللي من أصل حلو ده اللي مش عارفين نتكلموا ده من كتر أصل العيلة اللي بحاسس ان حاسس ان كل اللي حواليه اغنياء وصلوا التاريخ والجغرافيا في سطحه والخبرات في سطحه والمال في سطحه فصار شريفا. هذا هو القول بمفهوم العصر. ياما ازعجونا في الكنائس باحساسهم بشرف الجنس، ياما ناس ازعجوا اخواتهم لإحساسهم بالقوة في إنهم متميزين، فلان ده من عيلة، طب والتاني ده منين؟ مش من عيلة برضه ولا إيه؟ طب حاجة تانية خالص، بس يعني برضه الناس إيه؟ مقامات وعائلات، والقوة، القوة والشرف الإنساني فيه الوجاهة الاجتماعية، الوجاهة الاجتماعية والحاجات دي بتستخبى تستخبى وتطلع في حاجه في حتت. يعني النوع ده من القوه يبان مش على طول، مش طول الوقت. هتلاقي واحد اخونا ده طول وقته عادي خالص عادي خالص زينا عادي خالص، بس يجي بقى ايه موقف كده حته كده حد يقول له كلمه كده ولا مش عارف يحصل ايه كده، انت مش عارف بتكلم مين. ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا لا لا، مش معنى ان احنا تبسطنا مع بعض وقعدنا جنب بعض في الكنيسه واصلي معاك لما يقولوا الدينات يصلوا، لا 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 لا، في حته كده لا انت هنا ولا هنا. هذا الشرف الاجتماعي اللي خلى ناس كتير قوي اتعصبت وتعبت في الكنائس وفي غير الكنائس، وناس اتجرحت لأن التعالي اللي موجود حتى أحيانا وسط المؤمنين. الأقوى الأحكم الأشرف، هو ده مفهوم الناس عن القوة. يا رب يسوع، أو خليني أتوجه بالطبيعة بكلامي إلى شخص الله. يا الله يا رب، وماذا ترى أنت عن القوة؟ هل يمتلك الله القوة المتسلطة النهائية الغاشمة؟ يمتلكها ولا ما يمتلكهاش؟ يمتلكها. هل يمتلك الحكمة الكاملة المتكاملة؟ يمتلكها ولا ما يمتلكهاش؟ يمتلكها. هل يمتلك شرف الأصل والجنس؟ الله يمتلكه. يا رب يسوع، هل تمتلك القوة؟ أمتلك قوة؟ ده في يوحنا 12 يتكلم كده لما جم يوحنا 18 اسف، لما جم كده يدخلوا عليه بمصابيح وبيطلبوه عشان يدور الصليب، وقف كده قال لهم انتوا عايزين مين؟ ما انتوا مين؟ قالوا عايزين يسوع المصري. قال لهم ايه؟ انا هو وعقد عمال بطرس ما استحملش موقف، استنى سيفه وابتدى يضرب. قال له ايه؟ قال له انا، انت متخيل ان انا عاجز؟ انا اقدر اعمل ايه؟ اطلب من ابي يرسل ايه؟ حد فاكر يرسل ايه؟ كم جيش؟ 12 جيش. من ايه؟ من الملائكه. يعملوا ايه؟ يعملوا ايه ال 12 جيش دول؟ اقول لكم ملاك واحد عمل ايه؟ ملاك واحد مره اصابه الله ضرب 185,000 واحد من جيش سبحانه في ليلة صح الصبح لو هم متلقحين كده 185,000 12 جيش يعملوا ايه؟ تمتلك يا رب يسوع القوة، امتلكها. تمتلك الحكمة؟ هنتكلم كتير عن حكمة يسوع في تعاملاته. يا ده حكيم حكمة، ده كل كلمة وتصرف وسكتة، كل سكتة سكتها كان حكيم جدا فيها.
امال ايه القوه؟ القوه صليب، القوه صليب، القوه حب. وعبقريه الصليب انه الم المعادله دي وصار البقاء للاضعف، والبقاء للاجهل، والبقاء للاجمل. ده مش من عند ده، انا دلوقتي في الجزء ده. الم الصليب المعادله عشان كل ضعيف وكل دليل وكل جاهل يشعر بجهله هو قوي في الصليب. هو دي المعادله اتقلبت. الصليب ما كانش حدود، الصليب عبقريه الله ظهرت في الصليب. انه كل ما تفهمون عن القوه امتلكوا، وليس هذا هو المعنى، لكن اعطي معنى جديدا للقوه، انه قوه الحب التي بدت في الصليب. يلا بقى نبص على الجزء ده تاني. كورنثوس الاولى 1 يقول ايه؟ فان كلمه الصليب على 18 موجوده قدام كورنثوس الاولى 1:18. اسمع بقى. فان كلمه الصليب او رساله الصليب على فكره او بشاره الصليب، كل دي تحتمل المعنى الاصلي. كلمه الصليب عند الهالكين ايه؟ جهاله. ايه الحكمه في الصليب؟ احنا عايزين حكمه يا عم، قول لي الكلام يا عم، دماغك تقول لي صليب. واما عندنا نحن المخلصين فهي ايه؟ قوة الله في الصليب. هو انا غلبان ان انا افنيها بكلمه المعموره والمسكونه والساكنين فيها؟ لا، لكن القوة الشديدة ظهرت في صليب. بعدها يقول ايه؟ لأنه مكتوب سأبيد حكمة الحكماء وأرفض فهم الفهماء. قال كده أنا هعمل معادلة جديدة، أوقف كل واحد عند حده، اللي فاهم إنه فاهم واللي متخيل إنه حكيم هوقف عند حده. بعدها يقول ايه؟ وكأنه بيتحدى في المنطق الجديد اللي بيحطه الرب يسوع هنا، أو اللي بيحطه بولس للأسف كعقفة خصوصا على المسيح. يقول كده، أين الحكيم؟ وكانوا بيقول حد يطلع. أين الحكيم؟ أين الكاتب؟ الكاتب اللي هو المعلم. مين فاهم؟ مين تيتشر عندكم؟ إيدي. أين مباحث هذا الدهر؟ مباحث هذا الدهر الفيلسوف أو المجادل. مين يجي يكلمني في المنطق العجيب ده؟ إيه هو؟ ألم يجهل الله حكمة هذا العالم؟ يعني الله ألم حكمة العالم إيه؟ لجهل. ازاي؟ بيشرحها في اللي بعدها. يقول كده، لانه اذ كان العالم، وعشان الجزء ده يعني العربي بتاعه شويه مش واضح، هقول لكم حاجه تتفهم بيها. بص بيقول ايه؟ في عدد 21، لانه اذ كان العالم في حكمه الله، في كلمه في حكمه الله دي حطها جمله اعتراضيه. تمام؟ فلو هنقولها من غيرها هنقول ايه؟ لانه اذا كان العالم لم يعرف الله بالحكمة، استحسن الله أن يخلص المؤمنين بجهالة الكرازة. هو عايز يقول إيه بالظبط هنا؟ بيقول إنه العالم، وده شيء كان في حكمة ربنا، الجملة الاعتراضية، كان في حكمة ربنا كده، إنه الناس ما تقدرش تعرف ربنا بالحكمة العادية. فاختار ربنا إنه يعلن عن نفسه بحاجة اسمها جهالة الكرازة. إيه جهالة الكرازة؟ إنه الصليب يغير. الصليب قوة، إنه الصليب يضمن مكان في السماء، شيء جاهل. الحب يحرر، الحب يطلق، الحب يجد لك مكانا عند الله. هو ده جهل، ده كلام جهل كرازة. أنا عايز كلام مقنع، أنا عايز كلام يدخل عقل. طب أنت من؟ هدفع إيه؟ مش هتدفع، ده جهل. عشان كده الله استخدم هذا المنطق الجديد، انه ليس بحكمه الحكماء تعرفوني، لكن باعلان الله حتى ولو كان بالنسبه للانسان ايه؟ يعني. اسمع بعد كده يقول ايه؟ لان اليهود يسالون ايه؟ اليهود طول عمرهم عايزين ايه؟ يعني ايه ايه؟ معجزه. ومعجزه يعني ايه؟ قوه. اليهود عايزين قوه. ايه اللي جابك؟ طير لي حد. يعني لو كان يسوع سمع الشيطان ونط من على الناحيه هيك، ايه رايكم لما عرض عليه الحكايه دي؟ نط كده؟ مش هو اوصى قال انه اوصى ملائكته لا انا تصدم فلا تصدم بحجر هناك؟ يلا بقى نط. ايه رايكم لو يسوع كان نط؟ كان اليهود عملوا ايه؟ كانوا قالوا بيوت بصر.
بس ايمان 3 4 دقايق لغايه ما المعجزه اللي جايه اللي بيحصل او المشكله اللي جايه. فاليهود عايزين ايه؟ طب واليونانيين عايزين ايه؟ لا انت مش عارف هو كلمني بالدماغ يلا كده نمشي فيها واديني كده التناسب وقول لي الالهه دي بتاعت ايه؟ وتعمل منطق في الموضوع ده ازاي؟ وهنتعامل طبعا في مشكله الوجود ازاي؟ والبدايه والنهايه وال ده عايز قوه وده عايز حكمه. فايه اللي حصل كانت النتيجه؟ ولكننا نحن نكرز للمسيح مصلوبا. لليهود ايه؟ عثرة ولليونانيين يجي اليهود تقول له صليب. يقول لك انا عايز قوه وتحرير من الرومان. تقول لي صليب؟ يا راجل اروح لليوناني اقول له صليب يقول لي ده اللي هو تبع ايه بالظبط يعني؟ اللي هو يعني تبع اي منطق؟ تبع اي مدرسه فكريه؟ ده اتعصر وده قال ده كلام فاضي والاثنين طلعوا بره التراك. لكن بعدها كان يقول وامل المدعوين يهودا ويونانيين فبالمسيح قوه الله وحكمه الله. يعني اما بالنسبه للمدعو سواء من اليهود او من اليونانيين الصليب هو قوة الله وحكمة الله لأن جهابة الله أحكم من الناس وضعف الله أقوى من الناس. أنا عايز أدي فرصة عايز أقول حاجة أخيرة بعد كده أدي فرصة شوية نصلي فيها. الله في الصليب لا نحتفل به دلوقتي. قلب قلب معادة القوة وخلى في هناك فرصة ومقام ومكان لكل ضعيف ودني وقليل الشأن ويشعر بجهل. وهيبقى هذا هو حمل الصليب لغايه النهارده. ما هو حمل الصليب؟ يعني تشيل صليبك، يعني تحمل صليبك. لما مراتك تبقى مضايقات صح؟ صح؟ يقول لك صليبي مراتي. او جوزي. ايه صليب؟ لما مش عارف عندي مشكله فلانيه. الحقيقه ده يعني معنى ابسط شويه مش يعني خلينا نقول ده معنى بسيط للصبر. لكن الحقيقه المعنى الحقيقي للصبر ان تعيش من هذا التوجه ان الحياه مع الله لا تعتمد على القوه ولا الحكمه ولا على المكانه الاجتماعيه لكن تقبل ان تعيش فكر المسيح الذي هو الاتضاع الذي هو الاتكال فقط على نعمه الله. أرجع للمشهد المؤلم اللي شفناه الأسبوع اللي فات. شفنا طابورين. شفنا نوعين من المشهد. نوع واقف على رجليه ماسك في إيده سيف. يمتلك كل القوة الغشمة. ونوع ركع على رجليه. لا حول ولا قوه. الولاد دول فيهم يمكن ناس ما تعرفش تقرا وتكتب. وانا الحقيقه شفت المشهد ده شفت فيه صليب. انا شفت صليب غشمة. وهي تلعن. وشفت الضعف الالهي وهو يتمجد. انا شفت انتصار لوجوه مرفوعه. وشفت انكسار لوجوه مستخبيه لانها اتبعت ابليس بمنطقه العشيم. في هذا المشهد احبائي حمص نحن لا نتبع قوه نريد دائما ان تعيشنا في افضل حال لكن ينبغي ان لا ننسى ان لنا الام المسيح والامجاد التي بعدها. شفنا في هذا المشهد شباب ركع على الارض يعلن ان قوته فضعفه ان حكمته جهل ان شرفه دنوته. احنا شفنا في الشباب دول حمل صليب حقيقي
لقيت الشهاده. والنتيجه انه ما شفناش ولا وش من الوشوش القويه، لكن شفنا وشوش اتحفرت في اذهان الملايين. قالوا تاني وشوش الولاد دول مش هيفهموا مخيله العالم كله. فاكر استرجع كده الصوت، هات لنفس الفكره او على الاقل فاكر وش قالت. وتيجي النتيجه الاخيره، ها بص، ما الماتش ساعات يجي جون هنا ويجي جون هنا، وساعات يجي في فريق ثلاث اربع اجوان او خمسه، بس تقعد تكمل الماتش للاخر وتشوف النتيجه في الاخر. المشهد ياه فاول مزعج مؤلم، ياه على الازعاج، ياه على الالم والحسره اللي اتحصرناها واحنا بنشوفهم. بس شوف المجد اللي بقى اللي جاي بعد كده، شوف المجد اللي اتمجدوه دول الان. مش انا مش بتكلم على السنة، هم في السنة متمجدين، لكن في العالم الان هم في مجد قدام العالم كله، هم في مجد وفي شرف ولا في عار؟ مجد مين اللي في عار؟ مين اللي في عار؟ يعني انت عايز تقول لي ان ممكن ابقى عايش منتهى القوه هنا وانا في عار؟ وينفع اتكلم بالمجد هنا وانا في ضعفي؟ وانا ما شفتش حد عاش انكسار وانسحاق المسيح واتزن واتبهدل وبقى ملطشه. ما ده خوف الناس ده، هبقى ملطشه. كل من رايته في المسيح، كل من عاش فكر الصليب، كل من عاش جهاله الكرازه، لا بالحكمه ولا بالقدره ولا بالشرف ولا بالمكانه، كل من عاش هذا عاش فوق الاعناق مؤكدا. وكل اللي سعى انه يكرم نفسه ها هنا اتزل اتزل. احبائي لا تنسى انك تتبع مسيحا غير مفهوم القوه، واصبحت القوه في الصليب، القوه في الصليب. خلونا نصلي. والحركة الولاد دول خلاهم يبقوا بموت حب وانتماء ليك.
هذه القوة، قول له رب أنا عايز قوة داخلية وليست في الخارج. أنا مش عايز العضلات اللي جوه بره، أنا عايز القلب القوي. القلب المكرس ليك، القلب المليان وشبعان بحضورك. القلب الملتهب. قول له يا رب افتح طاقة حب جوايا للمجرمين دول، للغشماء دول، لقوتهم وخالتهم وأعمتهم. المفهوم الإلهي للقوة هو الحب، هو الصليب. لأن كلمة الصليب عند ذلك الجهال، أما عندنا نحن المخلصين فهو قوة الله. قل يا رب خليني قرب الصليب، خليني قرب الصليب. أيوة، قل لنفسك هذه الكلمات، قلها لنفسك. يا نفسي موتي هكذا، يا ذاتي موتي في الصليب، فإن قد ذا قصد العلي أن أصلب مع المسيح. هو ده حب الصليب، هو ده حب الصليب. إنك تقبل ضعف، إنك تعيش في ضعف أحيانا، إنك تقبل سلب حقوقك أحيانا، يمكن إنك تقبل إنك تكون بتستضعف أحيانا، يمكن تخافش على نفسك. مش هيسيبك، مش هيسيبك مقطعش أبدا لما تتمنى هذا، لكن هو ده الصليب، هو ده الصليب. احنا مش هنغش كلمة ربنا، مش هنغشها. هو اختار المصدرة وغير الموجود، هو اختار كده، هو اختار الضعفاء والأبنياء، هو اختار. يا بختك لو شعرك ولا حاجة وتيجي تقول له أنا احملني شلني، أنا مش شايف في نفسي حاجة. Thank you.
كده على